مش ميوغن ألا لا تامور تينور 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 مش ميوغن تيد أمور مش ميوغن حمر أمور مش ميوغن تيد أمها مش ميوغن حمر أمور ألا لا تامور تينور هجر نشم الهلا النار زوان تمور النظام هجر شم الشباب النم بيد الوقت هاستين بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم الكامل فرحات وزان. انا فاعل جمعوي. اليوم هذا النهار هذا كنشهدوا واحد النشاط رياضي
يعني ضمن واحد المجموعه ديال الانشطه، واحد الايام ثقافيه ورياضيه هنا شهدتها البلده ديال مدينه فيجيج. اليوم كنا شهدنا واحد النشاط رياضي اللي غاب مده طويله مع كامل الاسف، يعني من 2007 لم يشهد هذا النشاط الرياضي نادرا له، واليوم بعد 8 سنوات الحمد لله هداتنا ربي ها النشاط الرياضي كيتجلى في السباق ديال السباحه. درناه الحمد لله، هدرت الامور بخير وعلى خير، المشاركين كان تبارك الله العدد لا باس به، ما كان يعني انا شخصيا لم يسرني يعني العدد ديال المشاركين بزاف، كنت كنتوقع 60 70 بوركوا با اتاندر لي سون بارتيسيبون 800 ما تناوض، مي مع كامل الاسف ليا ولكن على العموم اتبانيت مزيان، الاقبال كان شي شويه على مستوى الصغار مزيان تبارك الله، قدرنا نوصل ل 40 مشارك، بالنسبه للكبار وصلنا ل 18 لكن في ديك اللحظات الاخيره وصلنا ل 33 مشارك. دارت الامور بخير وعلى خير، التنظيم كان تقريبا ما غاديش نقول محكم، عندنا واحد الهفوات صغيره وغادي نتداركوها ان شاء الله في الفيرسيون الاخرين، كانت الامور مزيانه. بالنسبه لي انا لو تونون دو تيتر كنت هنايا باش ندافع على اللقب ديالي، والحمد لله للمره الثانيه كنحوز على اللقب. الدراري المستوى ديالنا كنقول متوسط، كانوا عندنا شي عناصر لو انهم كانوا كيتدربوا، وهذه هي المناسبه غادي نفتح واحد الباب صغير، لو كان كانوا كيتدربوا لو كان لقاو الفضاء اللازم فين غادي يتدربوا كنظن يعطيو الشيء الكثير. ولا ادل على ذلك واحد الدري كان البارح كان مشارك في لاكورس ديال لي فيلو الجو افيك ليكيب ناسيونال، انطلق من هنا من فيكيك في سباقات محليه وصل المستوى ديالو على انه كيمثل نادي ديال الشرق ديال وجده، ثم تطور الى انه كي ينازع ابطال مغاربه في سباقات متعدده والى سيليكسيون ليكيب ناسيونال. دونك بحال هذا ليكزومبل ديال ياسين الحيان في سباق الدراجات، بغينا حتى حنا نوصلوا ابطال ديال الدراري على المستوى الوطني. غير كنلح على واحد المساله، قلنا با دانفراستركتور، ما عندناش الماتريال اللازم، ما عندناش فضاءات رياضيه في المستوى، وهذا واحد النداء عاجل، نداء نيابه على جميع الشباب ديال البلده، كنطلبوا من المسؤولين من كل من اللي منه يعني الاستطاع انه يزود هذه البلده باي حاجه اللي ممكن تساعد الشباب في الممارسه الرياضيه، فهذا النداء مفتوح للجميع. وبارك الله فيكم، شكرا. السلام عليكم، اسم كامل عبد الوان، جيت كسيس مدينتنا فيي، وسخت كمسافر ريج، وكون فاس، وكون البرنامجيين، وكون المسابقات تاع عوم تحقق لها في واحد الشنيفين، المهم حق الخير اللي هي الغاشي، الحمد لله. وصلت دار البرانيين، وصلت التمرسية، شرادة مشان. إيوا الأجواء حلقت مليح، الأنشطة، التنظيم حلق مزيان. ونوال في شيء صراحه ونوال في شيء السوقو وشحال وصل زريس 2007 تقريبا. ايوا الحمد لله كل شيء فاس مزيان. ايوا نتمنى ان شاء الله هذا الحق دواصل زعما يكون انشطه ومشرده سكاس ما كرهناش، هذا حق تخافوا عن التطور، حقوا مو سيعوم زينا مو جومبا زينا مو سبور، مو يبقى انواع السبور. اولا وقبل كل شيء تنشكروا هاد الناس المنظمين اللي نضم من البعيد ولا من القريب على هاد المسابقة الشيقة اللي في الحقيقة احنا الناس ديال فيكيك موالفين بالعمان، وهاد الشيء زعما عندنا تجري في العروق، ولكن هاد الناس كما تنقولوا بالفرنسية جابوا واحد اون توش شوية سبيسيال، لأنه باش تنظم مسابقة بحال الحجم وبهذا الروح والمسؤوليه زعما ما ساهل شيء، يعني في اماكن وحدين اخرين يضربوا لها الف حساب. وتنجدد الشكر ديالي للناس كاع اللي سورتو الجمعيه ديال بركوكس اللي زعما بدلوا واحد المجهود جبار، وتنشكروهم بزاف. وحنا لهذه المسابقه جينا كاع زعما جينا اون فامي، ها وليداتنا حاتيم ورانيا وزكريا اللي هما حتى هما شاركوا في السباق، وصراحه الدراري ديال فيكيك برهنوا بواحد المستوى كبير في السباحه، وشكرا. اسمي شي حشيم الطايري، جيت من سلفش نشارك في هذه المسابقه ديال عمان. جيت في المرتبه الثالثه، وعجبتني بزاف المسابقه بزاف، باش بغيت تتعاود. سميتي رانيا فضلي،
جيت من سلا وجينا اليوم باش نتفرجوا في مسابقة ديال السباحة، ومع الأسف كنلاحظوا أنه كاين غياب ديال المشاركة ديال البنات في جميع المسابقات اللي كينظموها هنايا في كيك. شوية مقموعين، ما كرهناش احنا يكون عندنا دي بيسين لينا حنايا بوحديتنا باش احنا نعومو، باش نتعلموا نعومو، حيت كنجيو ديما في كيك وما كنلقاوش في نعومو، يعني عمرنا ما غنتعلموا نعومو. والدليل على ذلك قبيلة تلاحيت وقيس عشدة في الحياة، زعما راه كنعوم.